للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين برحب بك إذن معنا في هذه الحلقة، ودعني أبدأ معك بالتصريحات الخاصة بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والحديث عن عالم ديمقراطي كما وصفه متعدد الأقطاب، تفضل. نعم، تحياتي نانسي. بالفعل روسيا تنظر إلى تاريخ 24 من فبراير الماضي، أي تاريخ إعلان القوات الروسية عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من الأهداف التي وضعها الرئيس بوتين. هذا التاريخ ليس كما قبله، هذا ما يؤكده جميع المسؤولين هنا في الداخل الروسي. كلام وزير الخارجية سيرجي لافروف حول مقاومة الغرب بشكل شرس لتشكيل أقطاب جديدة على الساحة الدولية يأتي بالتزامن مع فرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا. أيضا الوزير لافروف اعتبر أن الأقطاب الجديدة التي تتألف على الساحة الدولية يجب أن تنظر بشكل جيد إلى القيم الثقافية للدول وللأقطاب الجديدة التي تتشكل. وهذا الحديث الذي قاله الوزير لافروف يتزامن أيضا مع لقاء رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين مع رجال أعمال روس من فئة الشباب. بوتين قال إن روسيا ستكون أفضل بعد 10 سنوات. أيضا بوتين أشار إلى أن الغرب لا يستطيع وضع سياج حول روسيا، لدى روسيا المزيد من الدول الحليفة، لا يمكن عزل روسيا عن باقي دول العالم. أيضا بوتين حمل مسؤولية ارتفاع الأسمدة وارتفاع أسعار ناقلات الطاقة إلى الغرب، وأيضا قال إن الغرب يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع نتيجة إخفاقاته في التصرف وفي التعامل مع روسيا. وأشار بوتين إلى أن أي دولة لا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية وسيادية هي ليست دولة بل تعتبر مستعمرة. هذا التصريحات التي تم نشرها منذ قليل عبر وسائل إعلام روسية للرئيس الروسي تأتي في إطار لقاء الرئيس بوتين مع رجال أعمال من فئة الشباب. الرئيس بوتين يعمل على تأمين المجتمع الروسي من الداخل بالتزامن مع التقدم التي تحرزه القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية. الرئيس بوتين طلب من رجال الأعمال الشباب أيضا إلى الاستثمار وإلى الوقوف إلى جانب الشعب الروسي في مواجهة العقوبات الغربية. أيضا بالمقابل الرئيس بوتين أكد على وقوف الحكومة الروسية إلى جانب رجال الأعمال عبر تقديم الحكومة المزيد من الدعم المالي لرجال الأعمال الروس بشكل خاص، وأيضا لرجال الأعمال أجانب الذين يتبعون إلى الدول الحليفة لروسيا، كون أن الحكومة الروسية نانسي تعمل بشكل يومي على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين إلى الداخل الروسي. الحكومة الروسية قدمت المزيد من التحفيزات للشركات الأجنبية لكي تستثمر هذه الشركات داخل السوق الروسي. وما سنشهده في الأشهر المقبلة سيكون مزيد من الوقوف أو مزيد من المواجهة لروسيا تحديدا في الاقتصاد وفي مواجهة العقوبات الغربية. نعم ناس. ولكن يعني حسين دعني ربما أو دعنا نقف عند هذه الجملة المتعلقة بعالم ديمقراطي متعدد الأقطاب كما ذكرها سيرجي لافروف. هذه الجملة تحديدا كيف تناولتها وسائل الإعلام في الداخل الروسي؟ لأي مدى يعني هي رسالة واضحة أن هناك إعادة لتقسيم التحالفات في العالم؟ إلى أي مدى هي رسالة واضحة أن هناك دول أصبحت متحالفة بشكل أساسي مع روسيا ودول غير صديقة أو عدائية كما وصفها بوتين سابقا؟ نعم نانسي، كما تعلم الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية إلى الدول العربية تحديدا الدول الخليجية تأتي أيضا في إطار البحث الروسي عن دول حليفة لروسيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والشراكات الاقتصادية بين روسيا وبين هذه الدول. أيضا الزيارة الأخيرة للافروف إلى الصين والهند أيضا تم تصنيفها في إطار البحث الروسي عن المزيد من التعاون مع الصين ومع الهند. روسيا تعول
بشكل كبير على الدخول الصيني إلى السوق الروسي. بالفعل بعد التاريخ 24 من فبراير بدأت تتشكل أقطاب جديدة على الساحة الدولية. ملامح هذا التشكيل لم تظهر حتى الآن بالرغم من فرض الغرب المزيد من العقوبات وأيضا بالرغم من محاولة الغرب الحجز على الأصول الروسية في الخارج، إلا أن روسيا تبحث عن المزيد من الدول الصديقة والدول الحليفة لها. أبرز هذه الدول هي الصين والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق. روسيا تؤكد، وأيضا في المنتدى الأوراسي الذي شارك فيه الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو، الرئيس بوتين طلب من الدول الأعضاء في منتدى الأوراسي لتعزيز الاتفاقيات وتحديدا في مجال الأمن والاقتصاد بين روسيا وبين هذه الدول. روسيا تقدم المزيد من التحفيزات للدول ليتم التحالف أكثر معها. نعم. طيب أخيرا حسين وسريعا أيضا في ذات الوقت، دعني أتحدث معك ربما عن آخر التفاصيل المتعلقة بنفي ديمتري بيسكوف ما يتعلق بوجود أي معلومات بشأن الأسرى الأوكرانيين الذين استسلموا الشهر الماضي. نعم نانسي، بالنسبة للأسرى الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع أزوفستال إلى القوات الروسية، لغاية الآن روسيا لم تبحث مصير هؤلاء الأسرى، بل على العكس روسيا أكدت أنها ستقدمهم إلى المحاكمة نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق شعب منطقة الدنباس وبحق شعب إقليمي دونيتسك ولوغانسك. اليوم حكمت المحكمة العليا في إقليم دونيتسك على 3 مقاتلين أجانب، 2 من الجنسية البريطانية وواحد من الجنسية المغربية، حكمت عليهم المحكمة بالإعدام نظرا إلى الجرائم البشعة كما أعلنت المحكمة التي اقترفوها بحق سكان إقليم دونيتسك. لغاية الآن روسيا ستوجه هؤلاء الأسرى إلى المحكمة نظرا إلى الجرائم التي اقترفوها. في حال أراد الجانب الأوكراني تبادل الأسرى الروس مع الأسرى الأوكرانيين، هذا الأمر سيتم مناقشته عبر الوفدين المفاوضين، الوفد الروسي. نعم، ربما هذا سيتضح في الأيام القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا إذن في هذه الحلقة من إكسترا اليوم.